السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة نجي تيفي، كنتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. كيف كتشوفوا فالوجهة اليوم هي مدينة مالقا. غادي ناخذكم معايا في واحد الجوله في واحد لو سونتر كوميرسيال كيف قلت لكم في مدينه مالاغا، فرصه باش تاخذوا بعض الافكار بعض الاشياء يعني المستلزمات اللي كيخصوا الوليدات ديالنا خصوصا في الدخول المدرسي. فغادي تشوفوا معايا بانه هذا لو سونتر كوميرسيال هو كبير بزاف، يعني ما قدرش نصوره كامله، فقط غادي نصور بعض المحلات اللي الصراحه انا عجبتني وكنظن غادي تفيدكم. هي محلات تجاريه معروفه، ماركات عالميه. ما غاديش نطول عليكم وغنقول لكم فرجة ممتعة.
وهنا كيف كتشوفوا فدايرين فورا ديال سيرفيسيو، يعني ما يمكنش نستافدوا من الخدمات ديال هذا المركز. فهنا واحد الفضاء اللي عاده الوليدات الصغار يعني كيستمتعوا ببعض الانشطه الترفيهيه، يعني الوقت اللي كيكونوا الامهات كيتغداو ولا كيتسوقوا فالوليدات الصغار فكيكونوا هنا كيعطيوهم انشطه ترفيهيه كيعلموهم بعض الاناشيد، يعني كنحطوا الوليدات ديالنا وكنكونوا يعني مرتاحين ومطمئنين لهم. ولكن بما انه حنا في هذا يعني الزمن اللي هو زمن الجائحه فما يمكنناش نخلوا الوليدات ديالنا هذا الفضاء. هنا كيف كتشوفوا كنواصلوا المسيره ديالنا، والصراحه فلو سونتر هو كبير بزاف. انا فقط اختاريت لكم بعض المحلات اللي كنظن غادي تفيدكم، خصوصا كيف قلت لكم من قبل بالنسبه للدخول المدرسي. وهنا غنخليكم مع بعض الصور من محل ديال ديسيما اللي معروف في اسبانيا بالملابس الرياضيه، فهذه ضروري ما كنمشيو كنتخطب منهم بعض الملابس بالنسبه للولاد الصغار. كذلك معلومه مفيده جدا، فعندهم يعني المحفظات او الموتشيلات يعني الجوده ديالهم جوده عاليه جدا، فانا دائما كنت كتشوفو نحاول نقرب لكم الصوره فكناخذ من عندهم المحفظات. بصراحه كيف قلت لكم فالجودة هي عالية والثمن يبقى دائما في المتناول الجميل. بهذا الفيديو ديال اليوم وصل النهاية ديالو، ما غاديش نطول عليكم بزاف باش ما يجيكمش الفيديو ممل جدا، كنكتفي فقط بهذا القدر وكنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.